عقدت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب مؤتمرا صحفيا بحضور مدير عام الهيئة الدكتور أحمد الأثري ورئيس الجمعية الأمريكية للتدريب والتنمية السيد توني بينغهام وعدد من نواب المدير العام وقيادي الهيئة. تم خلاله توقيع مذكرة التفاهم بين الهيئة والجمعية الأمريكية للتدريب والتنمية ASTD وذلك بديوان عام الهيئة العدالية. بدأ المؤتمر بكلمة أفاد فيها مدير عام الهيئة دكتور أحمد الأثري أن الهيئة اتفقت مع الجمعية الأمريكية للتدريب والتطوير بالولايات المتحدة الأمريكية على إبرام مذكرة لتبادل الدعم والخدمات اعتبارا من التوقيع عليها بتاريخ 10 مارس لعام 2014 وحتى 31 ديسمبر 2015، لافتا إلى أن هذه المذكرة تقوم بتوفير الأرضية المناسبة لتفعيل أطر التعاون الذي يحقق تنظيما للعلاقة الدائمة والقائمة منذ سنوات بين الطرفين فيما يتعلق بدعم أنشطة الـ ASTD من خلال الزيارات التي تنظمها الهيئة سنويا للانضمام للمؤتمر الخاص بالـ ASTD بالولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة لمنح عضوية الـ ASTD التي ستكون من خلال الهيئة للوفود المشاركة، مضيفا أن هذا الإنجاز يرجع لجهود سنوات طويلة من العاملين بالهيئة خاصة قطاع التدريب الذي كان له دور فاعل في إبرام هذه الاتفاقية، وعلى رأسهم نائب المدير العام لشؤون التدريب مهندس حجرف الحجرف. اتفقت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في دولة الكويت والجمعية الأمريكية للتدريب والتطوير في الولايات المتحدة الأمريكية على إبرام هذه المذكرة لتقديم الدعم والخدمات لبعضهم البعض اعتبارا من التوقيع عليها في تاريخ اليوم وحتى 31 ديسمبر 2015. توفر المذكرة الأرضية المناسبة لتفعيل أطر التعاون اللي تحقق تنظيم للعلاقة القائمة منذ سنوات بين الطرفين فيما يتعلق في دعم أنشطة الـ ASTD الوفد الدولي من خلال الزيارات التي تنظمها الهيئة العامة للتعليم التطبيقي سنويا لزيارة أو للانضمام إلى المؤتمر الخاص في الـ ASTD في الولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى منح عضوية الـ ASTD اللي راح تكون إن شاء الله من خلال الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب. طبعا يأتي هذا الإنجاز مثل ما قلت لكم لعمل سنوات طويلة بجهود مكثفة من العاملين في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وعلى رأسهم قطاع التدريب اللي كان له دور كبير في إبرام هذه الاتفاقية ووصولها إلى المستوى اللي وصلت عليه، وإن شاء الله تحقق الطموحات اللي احنا نطمح لها كلنا بشكل كبير، وعلى رأسهم طبعا نتكلم على المهندس حجرف الحجرف اللي كان له دور كبير في عملية إبرام هذه الاتفاقية. وأشار دكتور الأثري إلى أن هذه الاتفاقية تقوم بتوفير الدعم لنشاط التدريب والتطوير التي ستقدمه الهيئة لمختلف جهات الدولة، باعتبار أن ASTD هي أكبر الجمعيات العالمية التطوعية لدعم التدريب والتطوير في العمل. توفر هذه الاتفاقية أو المذكرة طبعا طعم دعم لنشاط التدريب والتطوير اللي راح تقدم الهيئة لمختلف جهات الدولة، يعني بمعنى آخر أن إن شاء الله هذه الاتفاقية راح تطور في قطاع التدريب بشكل كبير بكل أوجهها وفي كل أوجهها إن شاء الله للمستفيدين من قطاع التدريب، كما تتيح اعتبار الهيئة شريكا استراتيجيا دوليا للـ ASTD، وهذا طبعا يدفع بالهيئة للاستفادة من الإمكانات والموارد المتوفرة لدى الجمعية الأمريكية للتدريب والتطوير والعمل على توفيرها للمختصين والمهنيين والعاملين في مجال التدريب والتطوير. وأشاد دكتور الأثري بحرص دولة الكويت على مواكبة الركب التكنولوجي بدءا بمشاركتها في المؤتمر السنوي ASTD منذ عام 1988 لتصبح أكثر تنظيما عام 2005 وحتى صدور قرار ديوان الخدمة المدنية عام 2010 باعتبار الهيئة الجهة المنظمة لمشاركة العاملين بجميع جهات الدولة بالمؤتمر السنوي. حرصا من دولة الكويت أن تواكب الركب التكنولوجي فقد دأبت على حضورها المميز لهذا المنتدى العلمي العالمي منذ الثمانينات، واستنادا لقانون تأسيس الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب واللي خص الهيئة بتدريب الكوادر الوطنية، بدأت الهيئة مشاركتها في المؤتمر السنوي للجمعية الأمريكية للتدريب والتطوير لتدريب الكوادر الوطنية، بدأت الهيئة بالمشاركة في المؤتمر السنوي للجمعية الأمريكية للتدريب والتطوير في ASTD منذ عام 1988، وأصبحت أكثر تنظيما ابتداء من عام 2005
وحتى صدور قرار ديوان الخدمة المدنية في عام 2010 باعتبار الهيئة الجهة المنظمة لمشاركة العاملين في جميع جهات الدولة بهذا المؤتمر السنوي إلى يومنا هذا. ولا زالت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب تعتبر هي حلقة الوصل بين الجمعية الأمريكية ومؤسسات دولة الكويت بجميع قطاعاتها، تقوم بإعداد وتشكيل وفد من جهات مختلفة لتمثل دولة الكويت في المؤتمر برئاسة المدير العام للهيئة أو أحد قيادي الهيئة أو الجهات المشاركة من قطاعات الدولة الحكومية والخاصة. كما ولا زالت الهيئة هي حلقة الوصل بين الـASTD ومؤسسات دولة الكويت بجميع قطاعاتها، فتقوم بإعداد وتشكيل وفد من جهات مختلفة لتمثل دولة الكويت في المؤتمر برئاسة المدير العام أو أحد قيادي الهيئة أو الجهات المشاركة من قطاعات الدولة الحكومي منها والخاص، مضيفا أن الهيئة تقوم من خلال مركز ابن الهيثم للتدريب أثناء الخدمة باستلام الترشيح من مؤسسات مختلفة بالكويت، بالإضافة لتشكيل فريق عمل لاستقبال الوفد بالمؤتمر وتقديم كل عون لأفراد الوفد ومرافقيهم. طبعا مثل ما تعرفون أن الجمعية الأمريكية للتدريب الـASTD تعتبر من أكبر الجمعيات العالمية التطوعية لدعم التدريب والتطوير في العالم، استطاعت من تأسيسها في عام 43 أن تجتذب ما يقارب أكثر من 70,000 عضو من مختلف التخصصات اللي يمثلون حوالي 100 بلد في مستوى العالم، ولديها أكثر من 140 فرع محلي في الولايات المتحدة و45 شبكة عالمية، وإحنا لنا طموح في المستقبل إن شاء الله أن نكون إحنا ممثلين كاملين للـASTD في الكويت، منطقة الخليج، في منطقة الشرق الأوسط بشكل عام. الجمعية طبعا تقوم بعقد مؤتمر ومعرض سنوي في الولايات المتحدة الأمريكية، يشارك فيه رواد ومؤلفي الكتب، أشهر المحاضرين في مجال التدريب والتطوير، وأكثر من 8,000 مشارك من أكثر من 70 دولة. وفي السنوات الأخيرة اتسعت أنشطتها في مجال التدريب والتطوير والتنمية لتشمل التركيز على بيئة العمل وربطها بالتعليم والأداء وتوفير الموارد في مجال التدريب والتطوير، سواء للمهنيين والمعلمين وطلاب البحث والتحليل والقياس. طبعا بالإضافة إلى المعلومات على الإنترنت والكتب وغيرها من المطبوعات. وبختام كلمته أكد دكتور الأثري أن الهيئة ستشارك هذا العام بالمؤتمر والمعرض السنوي لـ ASTD 2014، متمنيا أن تمثل الهيئة الجمعية الأمريكية للتدريب والتنمية ASTD بالكويت ومنطقة الخليج والشرق الأوسط بشكل عام. من جانبه عبر رئيس الجمعية الأمريكية للتدريب والتنمية السيد توني بينغهام عن سعادته بوجوده في دولة الكويت لعقد هذا المؤتمر، مضيفا أن رؤية الجمعية تتمثل بتدريب وتطوير العمل وأداء العاملين لتأدية وظائفهم على الوجه الأمثل، حيث أن تحقيق هذا الهدف يستوجب الأخذ بالالتزامات العالمية مع شراكة رئيسية كالشراكة مع الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب التي تعود نتيجة للعلاقة الوطيدة بين الجمعية والهيئة. وأشار رئيس الجمعية الأمريكية للتدريب والتنمية أن الهيئة تعتبر داعما أساسيا للجمعية الأمريكية للتدريب والتطوير منذ عقود من خلال إرسالها للعديد من البعثات والوفود للدورات الـASTD العالمية، مؤكدا على أن الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب تعتبر أحد أكبر المجموعات الدولية حضورا بالجمعية الأمريكية للتدريب والتطوير. وتعتبر الجمعية الأمريكية للتدريب والتطوير ASTD أحد أكبر الجمعيات العالمية التطوعية لدعم التدريب والتطوير في العمل، فقد استطاعت منذ تأسيسها عام 1943 أن تجتذب ما يقارب من 70,000 عضو من مختلف التخصصات يمثلون حوالي 100 بلد في العالم، ولديها 140 فرع محلي في الولايات المتحدة الأمريكية و25 شبكة عالمية. كما تقوم الجمعية بعقد مؤتمر ومعرض سنوي في الولايات المتحدة الأمريكية يشارك فيه رواد ومؤلفي الكتب وأشهر المحاضرين في مجال التدريب والتطوير وأكثر من 8,000 مشارك من أكثر من 70 دولة. وفي السنوات الأخيرة اتسعت أنشطتها في مجال التدريب والتطوير والتنمية لتشمل التركيز على بيئة العمل وربطها بالتعليم والأداء وتوفير الموارد في مجال التدريب والتطوير للمهنيين والمعلمين وطلاب البحث والتحليل والقياس والمعلومات على الإنترنت وأيضا الكتب وغيرها من المطبوعات. على معرض الـASTD
طبعا دائما ينظمون معرض عالمي يسخر بأحدث المنتجات والخدمات المستخدمة من صفوة مقدمي خدمة التدريب في العالم، ويعتبر بمثابة الحل اللي يساعد على تحقيق ما يصبو إليه من طموح لمواكبة ركب التطور التكنولوجي في مجال التدريب والتطوير وجودته، وكذلك بالتجول بين ما يقارب من أكثر من 300 عارض في المعرض. يجمع المعرض عادة شركات عالمية من بين أفضل من 500 شركة مثل وول مارت، أكسون موبايل، جنرال إلكتريك، بانك أوف أمريكا، AT&T والعديد من الشركات العالمية الكبرى. ويضم المعرض على نحو نموذجي لمشاركة ما تفعله تلك الشركات في التعلم للمساعدة في تنمية الأعمال التجارية على اختلاف أحجامها. وفي هذا الصدد يعتبر معرض الجمعية الأمريكية للتدريب والتطوير ASTD معرضا عالميا يزخر بأحدث المنتجات والخدمات المستخدمة من صفوة مقدمي خدمة التدريب، كما يعتبر بمثابة الحل الذي يساعد المرء على تحقيق ما يصبو إليه من طموح، وذلك لمواكبة ركب التطور التكنولوجي في مجال التدريب والتطوير وجودته، وذلك بالتجول بين ما يقارب من أكثر من 300 عارض في المعرض. ويجمع المعرض عادة شركات عالمية من بين أفضل 500 شركة مثل وول مارت، إكسون موبايل، جنرال إلكتريك، بانك أوف أمريكا، AT&T. ونظم المعرض على نحو نموذجي لمشاركة ما تفعله تلك الشركات في التعلم للمساعدة في تنمية الأعمال التجارية على اختلاف أحجامها. تقوم الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب من خلال مركز ابن الهيثم للتدريب أثناء الخدمة باستلام الترشيح من مؤسسات مختلفة في دولة الكويت، وتقوم بتشكيل فريق عمل يقوم باستقبال الوفد في المؤتمر وتقديم كل عون لأفراد الوفد ومرافقينه. وإن شاء الله بعد السنة هذه راح يكون لنا مشاركة احنا في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي مع جهات عديدة من الجهات المتواجدة في الكويت، سواء من القطاع العام أو القطاع الخاص. وأخيرا يعني لم يتوقف دور الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بتشكيل الوفد المشارك لحضور المؤتمر العالمي السنوي للجمعية الأمريكية، حيث تعمل الهيئة على زيادة أطر التعاون وتعزيزها بين الهيئة والجمعية، والعمل على تحصيل أكبر العوائد من هذه الشراكة الاستراتيجية، اللي إن شاء الله مثل ما قلت لكم إن شاء الله إحنا نطمع بالمستقبل أن نكون أحد الشركاء الرئيسيين أو المقر الرئيسي للـ ASTD في دولة الكويت ودول الخليج والدول العربية أو الشرق الأوسط بشكل عام. ولم يتوقف دور الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بتشكيل الوفد المشارك لحضور المؤتمر العالمي السنوي للجمعية الأمريكية للتدريب والتطوير ASTD، حيث تعمل الهيئة على زيادة أطر التعاون وتعزيزها بين الهيئة والجمعية، والعمل على تحصيل أكبر العوائد من هذه الشراكة الاستراتيجية. تم اليوم توقيع الاتفاقية مع المنظمة الأمريكية للتدريب والتطوير، ويأتي هذا الحدث نتيجة لمجهود كبير قامت فيه الهيئة والعاملين في الهيئة على سنوات طويلة تمتد إلى الثمانينات من التعاون الطويل والتعاون المثمر بين الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والمنظمة الأمريكية للتدريب والتطوير. وطبعا الاتفاقية هذه تمنح الهيئة أمور وفوائد كثيرة، منها أولها أن الهيئة راح تكون هي المنظم الرئيسي للمؤتمرات أو المنظم الرئيسي للمشاركين في مؤتمرات الـ ASTD، بالإضافة إلى أن الهيئة راح تكون هي المخولة بتسجيل الأعضاء الجدد اللي يرغبون في التسجيل في المنظمة الأمريكية للتدريب والتطوير. وإن شاء الله راح تكون في استفادة كبيرة من هذه الاتفاقية، تتمثل في تطوير أساليب التدريب، أساليب العمل عندنا في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي وفي المنظمات الحكومية والمنظمات الخاصة في دولة الكويت، وإن شاء الله راح يكون انعكاسها إيجابي على كل نواحي العمل في الهيئة وفي المؤسسات العاملة في دولة الكويت. تم اليوم بفضل الله عز وجل توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والجمعية الأمريكية للتدريب والتطوير المعروفة باسم الـ ASTD. وكما هو معلوم فإن الجمعية الأمريكية للتدريب تعتبر أكبر منظمة تدريب في العالم، وتقيم مؤتمرها السنوي كل عام
ويحضر ما لا يقل عن 5000 مشارك من جميع أنحاء العالم. واليوم الاتفاقية تمت بجهود كبيرة من الأخوان في مركز ابن الهيثم لتدريب أثناء الخدمة التابع للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب لعدة سنوات قاموا فيها الأخوان في المركز، والحمد لله تكللت اليوم بتوقيع هذه الاتفاقية. أتمنى أنها إن شاء الله تتكلل هذه الجهود وتترجم إلى أعمال وأفعال تعود بالنفع الكبير للهيئة، وتعود كذلك على التدريب والتطوير لموظفي والعاملين في الجهات المختلفة في الدولة من مؤسسات القطاع الحكومي والقطاع الخاص. وهذه الاتفاقية جاءت بعد جهود حثيثة من قبل العاملين سواء في المركز أو العاملين في الهيئة، والحمد لله تم حقيقة هذه الجهود تمت في يعني بعد سنة من المشاورات والمحادثات مع الASTD، واستكمالا للخطوات اللي بدأوها حقيقة من سبقونا من الأخوة والأخوات في يعني الوصول إلى هذه الاتفاقية، والحمد لله اليوم تكللت هذه الجهود ونجحنا في توقيع هذه الاتفاقية والتي تضع الهيئة كشريك استراتيجي دولي بالنسبة للASTD، واللي متوقع إن شاء الله أن تثمر ثمرات كبيرة تعود بالنفع الكبير على مستوى التدريب في الكويت بشكل عام وفي الهيئة العامة بشكل خاص، وكذلك التدريب الذي تقدمه الهيئة للجهات المختلفة في الدولة. الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب هي الجهة الحكومية الوحيدة التي تم توقيع اتفاقية بينها وبين الASTD على مستوى دول الخليج، وهذا أمر نفخر فيه جميعا في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، وأيضا يلقي علينا مسؤولية أكبر في تحمل تبعات هذا الاتفاقية، وأيضا المشاركة الفعالة في فعاليات ومنتديات وملتقيات الASTD. من ضمن النصوص التي أو المواد التي نصت عليها الاتفاقية هي اعتبار الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب شريك استراتيجي دولي لمنظمة الASTD، وأيضا هناك حدثين كل عام تقيمهم الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بالتعاون مع الASTD في دولة الكويت، راح تقام هذه الملتقيات أو الفعاليات سواء كانت دورات تدريبية أو منتديات أو ملتقيات للتدريب أو حتى مؤتمرات متخصصة للتدريب والتطوير على مستوى دولة الكويت أو دول الخليج أو حتى منطقة الشرق الأوسط بشكل عام. استقبل مدير المعهد العالي للاتصالات والملاحة التابع للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب عباس السماك مدير عام الإدارة العامة للجمارك الأستاذ خالد السيف والوفد المرافق له، وذلك في زيارة تعد الأولى من نوعها منذ توليه مهامه بالإدارة العامة للجمارك. هذا وقد تضمن برنامج الزيارة العديد من الفعاليات التي من شأنها توطيد التعاون المستقبلي بين الهيئة ممثلة بالمعهد العالي للاتصالات والملاحة والإدارة العامة للجمارك. وبهذه المناسبة أكد مدير المعهد العالي للاتصالات والملاحة عباس السماك على ضرورة مثل هذه الزيارات من مسؤولي الدولة ليتسنى مناقشة سبل دعم التعاون المستقبلي والتعرف على احتياجات الإدارة العامة للجمارك المستقبلية وشروط القبول بما يتفق مع توجهاتها الحالية. علاقة الإدارة العامة للجمارك مع الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب علاقة قديمة، وفي تعاون مشترك في تدريب الطلبة لتخريجهم في تخصصات مختلفة للإدارة العامة للجمارك، وكان هذا الأمر يتم في اللي هو الدورات الخاصة. من سنة تقريبا تم الاتفاق بأن دورات الجمارك يتم تنفيذها في اللي هو المعهد العالي للاتصالات والملاحة، ولله الحمد يعني بدأنا بتنفيذ هذه البرامج والدورات التدريبية، وأيضا الإخوان الموجودين وفي مقدمتهم الأخ أبو عزيز عبد السلام الحسون كان هو أيضا المحور الأساسي في تنظيم مثل هذه الدورات مع إدارة المعهد وبالتحديد مع قسم الملاحة ورئيس قسم الملاحة اللي هو الكابتن راشد الشاهين.
وقال السماك أن النية تتجه إلى اعتماد المعهد كمركز تدريب إقليمي معتمد من قبل المنظمة العالمية للجمارك، بالإضافة إلى البدء باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتوقيع بروتوكول تعاون مع الإدارة العامة للجمارك. وأوضح السماك أن توجهات مدير عام الإدارة العامة للجمارك لن يكون لها أثر فقط في تنشيط الحركة الاقتصادية، بل في بلورة العملية التدريبية بما يتفق مع التوجه العالمي في النقل. من أهم النقاط اللي تطرقنا لها اللي هو اعتماد المعهد من قبل منظمة الجمارك، حقيقة هذه أيضا كانت فكرة تم التطرق لها، وكانت فكرة حقيقة لاقت استحسان الجميع ونقلناها للمسؤولين في الهيئة فتشجعوا نحو هذه الفكرة. فإن شاء الله يعني المرحلة القادمة راح نشتغل على موضوع اللي هو بأن يكون المعهد معتمد من قبل منظمة الجمارك. بالطبع هذا الأمر ما راح يعني يتحقق إلا بتعاونكم معنا أو التعاون المشترك بيننا، ونتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يعني نوصل في النهاية إلى مجموعة من الاتفاقيات نخدم فيها بذلك اللي هو دولة الكويت الحبيبة، وإن شاء الله نتمنى التوفيق للجميع بإذن الله. بدوره أبدى مدير عام الإدارة العامة للجمارك الأستاذ خالد السيف إعجابه بما يمتلكه المعهد من تسهيلات تدريبية كفيلة بأن تجعل المعهد في مصاف الجهات التدريبية المتقدمة إقليميا وعالميا، متمنيا أن يستمر التعاون مع المعهد العالي للاتصالات والملاحة. في البداية لا يسعني لتقديم كافة الشكر مني ومن زملائي بالإدارة العامة للجمارك، نتقدم لكم تحياتنا وتقديرنا واحترامنا للمعهد العالي للاتصالات على المجهود الكبير اللي يقدمونه لأبنائنا بتخريجهم، وهذا انعكس بشكل إيجابي بتحصيلهم العلمي وما لمسناه بتدريبهم الميداني. وبصراحة نقلة نوعية سواء من ناحية الإمكانيات ومن ناحية العمل ومن ناحية الإجراءات ومن ناحية الأنظمة ومن ناحية التدريس ما بين كان بالسابق وعندك ما متى ما شاركناكم بالمعهد بالتدريس. فبصراحة نقدم لكم كل الشكر والتقدير وعلى المجهود الكبير وسهركم على أولادنا، لأنهم هم أساس إن شاء الله بالمستقبل، وبإذن الله هم يكونون الدرع الوافي والقوي بالنسبة أمنيا وجمركيا واقتصاديا لهذا البلد. وأشار السيف إلى أن التوجه العام للإدارة هو إنشاء المناطق الجمركية بالإضافة إلى تأهيل الموظف الشامل القادر على القيام بمهام التفتيش والتدقيق الجمركي. الإدارة العامة للجمارك من الإدارات السباقة التي تؤمن بالتدريب في أعمالها الجمركية، وتم تدريب الموظفين الجمركيين سواء تدقيق أو تفتيش بالبداية من الثمانينات، وما زلنا ونحن نعتبر أول دولة خليجية تطبق اللي هو التدريب قبل التعيين. والحمد لله بفضل رب العالمين حصلنا على أساتذة كبار، وفي منهم جزء منهم موجودين معاي كلهم خريجين هذه الدورات التدريبية، والحمد لله ماسكين إدارة عمل الجمارك بشكل متكامل، وهذا بفضل اللي هو السياسة الحكيمة اللي انتهجتها الإدارة عمل الجمارك بمساعدة معهد التطبيقي، وحاليا أنتم مكملين المسيرة ومشكورين على هذا العمل الكبير. بالعكس احنا انا يثلج صدري ان اكون على رأس هذه الإدارة واشوف هذه الامكانيات الحلوة والتدريب العالي الموجود والمختبرات بصراحة الجيدة ومستوى. فبالعكس انا متشجع جدا توقيع مذكرة التفاهم ومشاركتكم معنا إن شاء الله بإذن الله في منظمة الجمارك لاعتمادكم بشكل رسمي مثل ما تم اعتمادها بدول مجلس التعاون والدول العربية. بالعكس لا تقلون مستوى وإمكانيات عن الدول الأخرى، بل يمكن إحنا نتفوق على هذا الخصوص لأن لدينا خبراء ولدينا خبراء جمركيين ومخزون كبير من العلم والثقافة اللي بإمكان إحنا نتساعد بهذا الخصوص، خصوصاً عندنا إحنا معهد التدريب حالياً داخل إدارة عمل الجمارك راح يساهم في موضوع التدريس في موضوع التدريب. بالإضافة لدينا مذكرة تفاهم ما بيننا وبين منظمة الجمارك الأمريكية من عدة سنوات، ها راح تساعدنا بشكل إيجابي بالعمل الجمركي. أحب أنا أقوله بهذا الخصوص راح الجمارك راح تكون
بتتطور أعمالها بنقلة نوعية إن شاء الله هذه خلال هالسنة. وهذا الشيء النقلة النوعية ما هي شيء بسيط، لنوصل إلى المستوى العالمي. وأعتقد أن التدريب الأساسي والتدريب العملي اللي تقومون فيه وتساهمون فيه بشكل أساسي بصنع رجال الجمارك، هذا يتطلب منا الكثير والكثير، وإن شاء الله هذا ما حققناه. أنا لي شكر، وإن شاء الله راح تكون هناك المشاركة، مذكرة التفاهم ستعد بقريب العاجل، وإن شاء الله بإذن الله باعتراف من هذا المعهد، ويكون بالعكس أن تكون بادرة حلوة وجيدة للعمل الجمركي بالمجلس التعاون والدول العربية. من جانبه أفاد عبد السلام الحسون رئيس مكتب السجل العام للإدارة العامة للجمارك بأن فكرة نقل دورات الجمارك للمعهد العالي للاتصالات والملاحة كانت ناجحة بكل المقاييس، وكان لها أثر كبير في التزام المتدربين وانضباطهم. وأوضح الحسون أن كافة السلبيات السابقة تم تلافيها بكل سهولة، وذلك بفضل المتابعة الحثيثة لإدارة المعهد والعاملين بقسم الملاحة، متمنيا أنه باستمرار التعاون المستقبلي ما بين الجهتين. وصلت إلى يعني شفت إلى أن وصلنا إلى مرحلة فعلا متطورة تحتاج منا أن نكون حنا متكافئين حتى بالعناصر المتبادلة. فعندنا صراحة الإدارة العامة للجمارك قاعدين نسعى صراحة يعني بجهد جهيد ان ننتقي الناس اللي تكون يعني لديها الخبرة الكبيرة العملية، فانت تبي ناس يكونوا محتكين في ارض الواقع علشان يقدر يتعامل مع هذا العنصر اللي امامه ويوصل له النقطة بشكل مباشر واضح وعملي. هذه شغلة يعني احنا قاعدين ان شاء الله نتعاون فيها، ونشكركم لتجاوبكم عليها صراحة. وفي هذا السياق أكد مساعد مدير المعهد الكابتن منذر الكندري أن المعهد على أتم الاستعداد لتلبية احتياجات الإدارة وفقا للفكر الحديث لها. وخلال الاجتماع تم الاتفاق على تشكيل فريق عمل مشترك بين الجهتين لوضع الإطار العام لبروتوكول التعاون، مضيفا أن المعهد لن يتردد في تطوير برنامجي تفتيش ومدقق جمركي بما يتفق مع مفهوم الموظف الشامل الذي بات ضرورة ملحة في ظل التوجه العالمي في مجال الجمارك، متمنيا أن يتم اعتماد المعهد من قبل المنظمة العالمية للجمارك. وعلى هامش الزيارة التقى السيف بمتدربي الجمارك المتواجدين بالمعهد، والبالغ عددهم قرابة 400 متدرب بهم. وخلال اللقاء حثهم على بذل أقصى الجهود في تحصيلهم العلمي والتدريبي ليكونوا قادرين على أداء مهامهم بالشكل الذي يتفق مع المتطلبات الحديثة للإدارة. كما ناقش السيف مع المتدربين مشاكلهم واقتراحاتهم، وبدوره أبدى السماك تقديره لمدير عام الإدارة العامة للجمارك، والذي يعد أول مسؤول رفيع المستوى يقوم بلقاء متدربيه منذ نشأة المعهد، موضحا أن هذه الزيارة لاقت صدى لدى إدارة المعهد كونها تدل على مدى اهتمام جهات سوق العمل بالمتدربين. العمل الجمركي أحب أقول لكم يا جماعة الخير، أنتم بدورتكم حالا بكرسي الدراسة والتدريب، أن الإدارة العامة للجمارك حاليا إدارتها ومنهجيتها ستتغير 100%، ونظامها العمل الجمركي راح يتغير بالكامل، وسيحلق ويتم عمل نظام جمركي عالمي لتقوم في إدارة العامة للجمارك مشابه دول العالم كلها. ستكون في 2014 قفزة نوعية بالعمل والنظام الجمركي، وهذا أعتقد فرصة أساسية أنكم تجتهدون وتعملوا بكل جد وإخلاص. الشيء الآخر اللي أحب أني أنا أحفزكم من هذا العمل والجاد، اللي يقف أمامكم كان مفتش جمركي حالة من حالكم، بل أنت فرصتكم بالتدريب أفضل مني عندما تقدمت العمل الجمركي. تقدمت بدون تدريب، تقدمت بعد الثانوية العامة وتم قبولي كمفتش جمركي بدون تدريب، ولكن أحب أقول لكم اللي يناضل ويكافح ويثابر يصل أعلى مرتبات. لازم نكون مثل ما قال أخ عبد الله، نكون واجهة للبلد. أنا أعتقد أنت لو تروح لأي دولة أوروبية وتوقف قدام المفتش وبتكلمه بالعربي ما راح يرد عليك، تبقى تأشر له ولا ترسم له ولا هذا، مجبور هو يتعامل وياك بلغتك.
انت مجبور تفهم هو شو يقول. فالحاله نفس الشيء تنعكس بالكويت. انت واجهت البلد وانت اللي راح تكون في هذه المناخ. انت من راح ياتيك الشخص الاجنبي هذا وراح يكلمك، هو ما راح يكلمك باللغه والفكرة بالرئيس، هو راح يعني يتكلم وياك بالامور المبسطه. انت راح تساله تقول له مثلا شو اسمك؟ منين جاي؟ اي دوله؟ شنو عندك؟ هذه كلمات بسيطه ما تحتاجها، لان للاسف في بعض الناس كثير منهم ما يقدر ما يعرف. طيب انت مفتش او انت مدقق؟ انا بعطيك بيان جمركي في مستندات، انت لازم تعرف هذه المستندات ما راح تجيك بالعربي. ورص الشحن، فواتير، ومانيفيست وغيره وغيره، هذه اغلبها باللغه الانجليزيه. شلون راح تعرف انت هذه البضاعه جايه عن طريق بر ولا بحر ولا جو؟ على الاقل لازم تعرف مبادئ اللغه الانجليزيه، تعرف ان وسيله النقل هذه ايربورت، ايربلين، ولا تراك عن طريق البر، ولا شيب عن طريق البحر. فهذه يعني احنا زودنا الاخوان في الهيئه العامه للتطبيقي كاداره معنيه في هذا التخصص، زودناهم في كتيب، في او كتيبين في جميع المصطلحات اللي احنا نحتاجها كجمارك، اللي انت تحتاجها في تعاملك مع مع المراجع اللي هو عملك وصميم عملك هذا. سواء اذا كنت في المطار او كنت في البر او كنت في البحر، وين ما كنت، سواء مفتش او مدقق، هذا شغلك ولازم تعرف. وأعرب السماكة عن أمله في أن تهتم جهات سوق العمل بمتدربيها ليكون بذلك بمنزلة دافع يساعدهم على بذل المزيد من الجهود. وفي ختام الزيارة أكد الطرفان على ضرورة متابعة ما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع لتظهر نتائجه في القريب العاجل، نظرا لدور ذلك في تحقيق أكبر عائد تدريبي للعملية التدريبية. التغذية شيء ضروري للحياة ونمو الإنسان للحفاظ على صحته، فالغذاء هو الوقود الذي يحركه. ولتغذية سليمة لابد أن تكون المواد الغذائية التي يتناولها كل فرد متكاملة ومتنوعة وبكميات ملائمة، بحيث لا يتعرض الإنسان إلى مشاكل صحية كأمراض القلب ومرض السكر وحتى نزيف المخ أو هشاشة العظام وبعض الأنواع من السرطانات. كما يعتقد كثيرون منا بأن الأكل من متع الحياة التي أنعم الله بها علينا، وهذا مما لا شك فيه. لكن في وقتنا الحاضر ومع تعدد المطاعم والمشارب وكون الطعام أصبح من عاداتنا الاجتماعية، هل نراعي في ذلك ما وجهنا إليه ديننا الحنيف؟ وقد قال عز وجل في كتابه الكريم: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، الآية رقم 31 من سورة الأعراف. وتتأثر صحة الإنسان بأشياء عديدة، منها سلوكياته الغذائية والرياضية والوراثة والبيئة وغيرها، فما هي الضوابط الغذائية المناسبة للإنسان؟ وهل الاهتمام بالكم الغذائي أهم من النوعية؟ وهل قائمة وجباتنا اليومية تحتوي على ما تحتاجه من المجموعات الغذائية الرئيسية كما ونوعا؟ من هذا المنطلق نظمت كلية التربية الأساسية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي ندوة بعنوان التوعية بالعادات الغذائية السليمة، حاضر فيها الأستاذ المساعد في كلية العلوم الصحية دكتور أحمد راشد الهيفي. أنا بدي بس أن أبين بأن هذا النشاط الخاص طبعا بقسم علم النفس، وهو قسم واحد من الأقسام العلمية الموجودة عندنا، وعادة يتبنون الكثير من الأنشطة الخاصة في السمينارات العلمية والبرامج الثقافية، وهذا طبعا كل دور مؤسسة أكاديمية في تناول مثل هذه المواضيع. وأعتقد احنا اليوم بصدد يعني أن نعيش هذه الخبرة العلمية مع قسم علم النفس طبعا من خلال هذا البرنامج الثقافي اللي تناول فيه مجموعة من الضيوف. وطبعا أكيد أن هذه المواضيع لها صلة في بعض الأمور الخاصة في دراسة السلوك، ومنها طبعا استضافة اليوم مثلا الدكتور العثمان وهو مختص في الغدد الصماء، وهذا أعتقد يعني يسلط الضوء على الأساس الفسيولوجي للسلوك الإنساني. واحنا على العموم في يعني في حاجة ماسة لكثير من هذه السمينارات العلمية اللي تغطي طبعا احتياجات الكلية من عمل
علمي وعمل أكاديمي. اليوم عندنا من موسم النشاط الثقافي والاجتماعي بالكلية، وهذا الموسم يحتوي على كثير من الفعاليات، وخصينا هذا اليوم فعالية جدا جميلة راح تكون فيها أنشطة إبداعية للطالبات بمهاراتهم اليدوية، بتخصيص بوثات معينة لمنتجاتهم وهواياتهم الإبداعية. ويتزامن أيضا خلال هذا الحفل الكريم إن شاء الله محاضرتين شيقتين، المحاضرة الأولى للدكتور أحمد الهيفي بخصوص التغذية، والمحاضرة الثانية الاستشاري الدكتور عبد الناصر العثمان استشاري الغدد الصماء. ونتمنى إن شاء الله اليوم النجاح في هذا الملتقى الجميل. اليوم تشرفت أن أقدم محاضرة في التربية الأساسية بعنوان خطوات التحكم في الوزن المثالي، وهي ثلاث استراتيجيات: التغذية والنشاط البدني وتغيير في السلوك. فاليوم راح يعني قدمت محاضرة اللي هي عن النشاط البدني وعلاقته في انقاص الوزن، فهي استراتيجيات كثيرة وقدمتها بالحمد لله بفضل ربي يعني تناسب الشعب الكويتي أو البيئة الخليجية بشكل عام. يعني حضورنا الكريم، نسعد بلقائكم في هذا اليوم، اليوم التوعوي الترفيهي، والذي نجتمع في جو من الود والمحبة، ونسعى لنشر عبق من الألفة ونفحات من الانشراح بين أفراد أسرة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بشرائحها المختلفة والمتمثلة بالهيئة الإدارية والتعليمية وبناتنا الطالبات، حيث نجتمع في هذا اليوم للترويح عن النفس بتذوق فنون من الأنشطة الثقافية والأنشطة الإبداعية والمهارية لبناتنا أمهات المستقبل. وخلال الندوة أكد الدكتور أحمد الهيفي أن مشكلة أغلب الناس تكمن في زيادة الوزن، وإذا لم نلاحظ هذه المشكلة في مرحلة مبكرة من العمر فقد تؤدي إلى السمنة المرتبطة بمشاكل صحية خطيرة. وأضاف الدكتور الهيفي أن السمنة أو الدهون الزائدة في أجسامنا تراكمت خلال سنوات طويلة، فليس من المعقول أن نتخلص منها في يوم وليلة أو بفترة زمنية قصيرة، لأنها عملية تدريجية تحتاج لوقت طويل وصبر، مشيرا إلى أن إنقاص 5% من الوزن الزائد يساعد في علاج الكثير من المشاكل الصحية المرتبطة بالسمنة. طبعا اخترت هذا الموضوع لأن أغلب الناس المشكلة عندنا بشكل عام هي زيادة الوزن، كل تقريبا سنة يزيد الوزن كيلو وكيلوين وطالع، وإذا ما لاحظنا هذه المشكلة راح تؤدي إلى مشاكل صحية عديدة، منها مشاكل قلبية، سكر، سرطان، الكلى، الكوليسترول والضغط واضطرابات الجهاز الهضمي وضيق التنفس والاكتئاب. كل هذه المشاكل يمكن التخلص منها إذا قللنا من الوزن الزائد 5%، بس 5%. إذا كان واحد وزنه 100 كيلو ينزل من وزنه 5 كيلو راح يتخلص من هذه المشاكل أغلبها، فشيء ما يذكر. ولكن إذا أهملنا هذا الوزن الزائد ولا لاحظنا راح تزيد هذه المشكلة. وتعتبر زيادة انتشار السمنة انذارا خطيرا على الصحة، وذلك بارتباطها بالكثير من الأمراض مثل أمراض القلب والسكري وغيرها من الأمراض. لذلك إذا كانت هذه المشكلة لا تؤخذ بجدية وفي مرحلة مبكرة، فإنها يمكن أن تؤدي إلى سمنة لفترة طويلة مرتبطة بمشاكل صحية خطيرة. ويكمن الرئيسي في انتشار السمنة في العادات الغذائية السيئة، وفي هذا الجانب أكد الدكتور الهيفي أن اتباع نظام غذائي سليم هو أحد الأمور الأساسية للحصول على جسم وصحة مثالية. وبرأي الدكتور الهيفي أن أحد الأسباب الرئيسية لانتشار السمنة وخصوصا في السنين الأخيرة طبعا غير العادات الغذائية السيئة وقلة الرياضة، المعلومات والمعتقدات الخاطئة التي تدور بين الناس،
مثل تعدد وانتشار أنواع الرجيم والأدوات والأجهزة التجارية غير الواقعية لإنقاص الوزن، بحيث أصبحنا لا نعرف أن نميز بين هذه المعلومات أيهما أصح. ومع زيادة انتشار السمنة أدى إلى ظهور الكثير من أنواع الحميات التجارية، مثال على ذلك رجيم أتكنز دايت والذي يلغي مجموعات النشويات والفواكه من الدايت، والتي من المفترض أن هذه الحميات تقلل من نسبة السمنة، خاصة بعد زيادة الوعي عند الناس عن دور التغذية والرجيم في علاج السمنة، إلا أن النتيجة جاءت عكسية بسبب جهل الناس للرجيم الصحيح. وعرض الدكتور الهيفي العوامل التي تلعب دورا مهما في انتشار السمنة، مثل بعض الأمراض وبعض الأدوية وخلل الغدد الصماء والحالة النفسية، مشيرا إلى أن السبب الرئيسي هو طريقة ونمط حياتنا، مثل تناول الطعام أكثر من حاجتنا مع عدم ممارسة الرياضة. خطوات التحكم في الوزن المثالي أو طبقها بالثلاث هي ثلاث استراتيجيات. واحدة منهم قدمتها قبل شهرين هي عندكم، تشرفت اني اقدمها وعطيت بعض المعلومات، وفي بعض الحضور اشوفهم كانوا موجودين. مفروض اختبر الوزن الان اوزانهم، هل استفادوا ولا ما استفادوا؟ وين الميزان؟ عموما الان راح اقدم لكم هو النشاط البدني وعلاقته في انقاص الوزن. اما بالنسبه للاستراتيجيه الثالثه، هذه ناطر دعوه بعد منكم بس مو اليوم، نجلها، هي اكتساب مهارات السلوك الصحي. هذه الاستراتيجيات الثلاث تساعد باذن الله في انقاص الوزن. طبقوها بالثلاث على حسب عاداتكم وتقاليدكم ونمط حياتكم بشكل عام، باذن الله راح تحصلون على الوزن المثالي. ولا ينكر الدكتور الهيفي أن بعض أنواع الحميات التجارية تساعد على إنقاص الوزن وخاصة بالأيام الأولى، ولكن في الحقيقة إن هذه الخسارة ليست بسبب فقد الدهون، وإنما معظمها بسبب سوائل الجسم التي يمكن استعادتها بشكل سريع، علما بأن الخسارة الأهم هي خسارة الدهون، كونها ترتبط بالأمراض وهي عملية بطيئة نوعا ما، أي أن الوزن المفقود بسرعة بالرجيم التجاري يستعيده الجسم بشكل أسرع، كما أنه لا يستطيع أي شخص أن يستمر على رجيم تجاري أكثر من 3 شهور. ووسط الوصفات الغذائية الشعبية المتضاربة والطبية المتعددة، فقدنا خيط الضوء الذي نسير خلفه لنصل إلى الأطعمة والفواكه التي تحفظ لأجسادنا الرشاقة وتمدها في نفس الوقت بالطاقة والعناصر الغذائية اللازمة. ومع انتشار هوس الرشاقة وتعدد أنواع الحمية، يفقد الكثير من متتبعي الرجيم الكثير من صحتهم بنفس قدر عدد الكيلوغرامات التي يفقدونها من أوزانهم. ومن هنا أكد الدكتور الهيفي أن الرجيم غير الصحي قد يزيد الوزن، لأن النقص في الفيتامينات والأملاح يقلل من فعالية الجسم في حرق السعرات الحرارية، ويؤثر في الإحساس بالجوع والشبع والهرمونات والإنزيمات الضرورية لهضم الغذاء. العامل الثالث لحرق السعرات الحرارية في الجسم هي النشاط البدني، كل ما زاد النشاط البدني كل ما زاد الحرق، ولكن مع الأسف عندنا هني بالكويت نسبة الخمول، ما أدري الدكتورة من صححي لي، تقريبا 65% أو 67%، 68% نسبة الخمول عندنا هني بالكويت. فهذه 30% وين تروح؟ تروح إلى تكديس السعرات الحرارية إلى دهون. مو بس كذي، حتى الإنسان إذا قل عنده نشاط البدني معناته شنو؟ يقل الكتلة العضلية، وإذا قلت الكتلة العضلية تؤثر على عملية الأيض. فبالتالي شنو اليوم؟ راح أقدم لكم محاضرة عن النشاط البدني. وطبعا أسباب الخمول عندنا هني بالكويت هو طبعا كل أعمالنا مكتبية، دائما نستعمل الأسانسير ولا الوسائل السهلة للتنقل والسيارات، وبالتالي حتى لو يعني أوقات الترفيه دائما نميل إلى مشاهدة التلفزيون أو العاب إلكترونية معاها أكلة بسيطة يمها، فهذا يساعد في زيادة الوزن.
وفي الختام وجه الدكتور الهيفي نصيحة لكل من يعاني من السمنة أن يبدأ في علاجها اليوم ولا ينتظر غدا، ويجب عليه أن يكون متفائلا بإنقاص الوزن وأن ينسى كل المحاولات السابقة غير الناجحة، ومن ثم وضع أهداف واقعية لإنقاص الوزن والتحلي بالصبر، وكذلك الابتعاد عن أي رجيم قاس خاصة الذي يساعد بفقد الوزن بشكل سريع، والابتعاد عن حبوب الرجيم غير الصحية أو المعتمدة.